السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت عدة تقارير إعلامية بأن نادي بوروسيا دورتموند الألماني نجح في ضم مدافع المنتخب الوطني الجزائري رامي بن سبعين الذي وقع عقدا مبدئيا مع الفريق الألماني. وذكرت ذات التقارير بأن رامي بن سبعين اختار الانتقال إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني بالرغم من العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرا من أندية أنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني. وكتب الصحفي مؤمن أيد قاسي: رغم إلحاح أنتر ميلان على ضمه، رامي بن سبعين سيلعب لبوروسيا دورتموند بداية من الصيف المقبل إن شاء الله. رامي أحسن الاختيار لأنه سيلعب في بطولة يعرفها جيدا ومع نادي عريق في ألمانيا يلعب رابطة أبطال أوروبا بانتظام. كل الدعم وبالتوفيق لابن الجزائر. وكان رامي بن سبعين قد انتقل إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في صيف 2019 قادما من نادي رن الفرنسي مقابل 10 ملايين يورو. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.